الو السلام عليكم الاخوان، مع اول فيديو ان شاء الله في الدرس ديال اكزامبل داكسيون ميكانيك، هو لوسون نيميرو 2 بالنسبه للترون كومان. درس اللي هو مهم بزاف بالنسبه للتلامذ، وهو سهل بزاف وكتلقاوه مع صعوبات بزاف. راه غادي تركز فقط على دوك لي فيديو اللي كنت تحت في الغرافيتاسيون يونيفرسال. في هذا الفيديو هذا ديال اكزامبل داكسيون ميكانيك، وان شاء الله غادي تخدم مزيان. كما درنا في الغرافيتاسيون يونيفرسال، انا كنامن بانه في الفيزياء خاصكم تخدموا تمارين بزاف باش تفهموا بزاف. هادشي علاش انا اختاريت انني في الدرس هذا غادي نخدم معكم فيه تمارين بزاف، نخدموا فيه بزاف ديال التمارين لا يخليك تستوعب هاد الدرس هذا ان شاء الله، ودوز الامور في امان الله. غتلقاو هاد السلسله ديال التمارين غتلقاهم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. غادي نبداو بعدا في الاول نشرحوا الدرس بعجاله مع البارتي نيميرو 1، وان شاء الله ندوزوا لشال التمارين. ولكن هاد بالنسبه لهاد الدرس هذا راه لا لوسون ديالو مهم بزاف، الا فهمتي الدرس راه غيجيوك التمارين ساهلين، خاصكم فقط تركزوا مع الدرس مزيان، راه ساهل بزاف. نبداو على بركه الله. اول حاجه تيقول لك شنو هي ان اكسيون ميكانيك. مهم نبداو مع التعريف ديال ان اكسيون ميكانيك. كيف ما كتعرف واحد لاكسيون ميكانيك هي واحد اكزيرسي على واحد لوبجي كيف ما كان، راه كتشدو يا اما تقدر دير ليه، قال لك تقدر بانه دي بولوميتر اون موفمون، تقدر انها تحرك لك الجسم هذا. بحال مثلا دابا السيلوغاز، انا اش كندير؟ كندير واحد الاكسيون ميكانيك كنحركو من بلاصتو. تقدر قال لك دير ليه شنو؟ تموديفي سا تراجيكتوار، يعني كيكون مثلا هو مدردب هكا انا كنضربو تيبدل التراجيكتوار ديالو، هو كان غادي هكا فاش كنضربو انا كيبدل التراجيكتوار ديالو. يقدر قال لك يموديفي سا فيتاس، يكون مثلا هو هابط بشويه كنضربو انا كنزيد ليه السرعه ديالو كيهبط بالزربه. والاخيره هي لو ديفورمي، يعني انا تبدل ليه الشكل ديالو، هو تيكون جالس في نفس البلاصه وانا تنبقى ندير ليه لا ديفورماسيون، يعني كنبقى بحال كنبقى نخسر ليه داك الشكل ديالو. دونك التعريف ديال ان اكسيون ميكانيك تو سامبلومون هو exercer sur un objet peut le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire, sa vitesse ou le déformer. Anktiba bach tbqa عندكم. Donc une action mécanique exercer sur un objet peut le mettre en mouvement, تحركو modifier sa trajectoire, تغير المسار ديالو, sa vitesse, السرعه ديالو ou le déformer. هذا هو التعريف ديالها. Une action mécanique تلقى عندها واحد المميزات. اي action mécanique تلقى عندها مميزات. بحال دوك القوى اللي كنتو ديجا قريتو نتوما في التاسعه وفي الكوليج، كنتي كتقول بانه الاكسيون ميكانيك كتلقى عندها مميزات. اي قوه كيف ما كانت، مثلا خديتي مثلا واحد الجسم، واحد الكور كيلكو مثلا، واحد لابول ناخذ مثلا واحد لابول، معلقه ليا انا مثلا بواحد الحبل، معلقه ليا ناخذ كل حاجه ناخذها بلون، وانتم غتفهموا علاش خديت كل حاجه بلون. كيما قلت لكم خديت كل حاجه بلون، خديت هنايا لابول معلقه بواحد لوفيل معلقه بواحد البورتور حاملها لينا. اشهر قوه كنتو كتقرا في الكوليج بزاف هي القوه ديال لو بوا، الوزن ديال هذا الجسم هذا، عنده واحد الوزن اللي هو بي، هو اللي كيجرو ليا نحو الاسفل، لان هذا معلق في الاعلى وكاين هنا واحد لاتير اللي كتجر ليا انا هذا الجسم هذا نحو الاسفل، الوزن ديالو بي مزيانه. دونك حنايا هذا لو بوا بي كنتو كديرو في الكوليج كتقول بان عندها مميزات. هذه القوه هذه بي عندها مميزات، عندها الاصل، عندها الاتجاه، عندها المنحه، وعندها الشده. تيبقاو نيت نفس التعريف نيت عندكم في الترون كومان، عندها ان سونتر عندها اصل، عندها سونس منحه ديريكسيون اتجاه، وعندها انتونسيتي اللي هي شده. دونك نكتبوا بانه ان اكسيون ميكانيك كاركتيريزي بار ان اكسيون، واحد التعبير ان اكسيون ميكانيك، اي اكسيون او واحد تاثير ميكانيكي كاركتيريزي، يعني يتميز بار، باش كيتميز لينا بلو سونتر، مثلا كنقولوا بانه يتميز لينا لو سونتر لا فيتيس، باردون لو سونتر لا ديريكسيون الاتجاه، لو سونس المنحة، وهناك في الاخير لانتونسيتي او الشده. لانتونسيتي او الشده غناخذوا حنا نيت هاد القوه نيت بي ونديروا على نيت واحد ليكزومبل، نحاولوا نمثلوا مثلا ليكزومبل. اول حاجه تبقى تعقل لي عليها هي انه كنتو كتختاروا في الكوليج ديما المجموعه المدروسه. هاد الدرس هذا راه ديجا قريته في الكوليج وكيبقى النيت هو النيت هو هو فوتوكوبي. دونك اول حاجه غنبداو بها هي تبع معايا مزيان، غنقولوا مثلا لو سيستيم شنو هي المجموعه المدروسه ديالك. لو سيستيم ايتيدي يعني المجموعه المدروسه. لو سيستيم ايتيدي في هذه الحاله ديالنا حنا خدينا لابول، خدينا الكره لابول. دونك هاد لابول هادي عندها القوى تنقولوا لا فورس بيان لي فورس ابليكي ولا اكزيرسي، القوى المطبقه على هاد لابول ديالنا. كاين بي لو بوا ديال هاد الكره هي هادي، كاين شنو اخر؟ كاين تي. شنو هي التي؟ هو توتر الحبل، لا طونسيون دي فيل، يعني توتر الحبل اللي كنتو كديروها حتى هي في الكوليج، تنقولوا التي لا طونسيون تاع
توتر ديفيل توتر الحمل مزيانه هنايا. دونك هاد القوى هادو بجوجهم غنبغيك انايا تعطيني هاد الفقره اللي كنهضروا عليها شنو هما المميزات ديال هاد القوى هادو. راه مهمه هاد الفقره هادي بزاف. تنقولوا مثلا لي كاركتيريزي او مميزات لي كاركتيريزي وبيان لي كاركتيريستيك. نقولوا بانهم لي كاركتيريستيك ديال هذيك القوه بي دي بوا ديال هذه القوه بي شنو هما. غنبداو على بركه الله. شنو هي اول حاجه قلنا هو الاصل كتلقى لو سونتر ديال ديك القوه ديالك. قلنا لو سونتر الاصل ديال هذه القوه هذه هو هذه النقطه اللي هي المركز ديال الجسم اللي كنت كتسميوه في الكوريشنو جي اللي كنسميوه مركز الثقاله. كيبقى غير تغير في اللغه تنقولوا لو سونتر اللي هو لو سونتر دو غرافيتي. تسميوه لو سونتر الاصل لو سونتر دو غرافيتي دي كور. يعني نقطة الأصل ديال التقالة ديال الجسم ديالك. ثاني حاجة شنو هي؟ هي لا ديريكسيون الاتجاه. هنا واحد جوج كلمات غنبقاو نحتاجوهم ديما في هذا الجواب على هذا بالضبط السؤال ديال لا ديريكسيون. كتلقى بأنه أي مستقيم تقدر تلقاه مثلا أوريزونتال أفقي ولا تقدر تلقاه هذه أفقي ولا تقدر تلقاه شنو هي أفقي يعني غادي هكا بحال هذه الحالة تنقول مثلا بأنه أفقي. تقدر تلقاه العكس ديالها هي فيرتيكال يعني عمودي. عمودي يعني غايبان لك المستقيم داير بحال موقع عمودي. دونك كي كندير انايا نقول مثلا بالنسبه لا ديريكسيون او الاتجاه ديال هذه القوه ديالنا لا ديريكسيون ديال هذا لو بوابي كيبان لك هذا لو بوابي كيفاش غادي لا ديريكسيون ديالنا عمودي. تنقول فيرتيكال وبيان نسميه لو دغوا المستقيم فيرتيكال العمودي باسون يمر بار جي ou bien passe par le centre de gravité ديال لو كور ديالنا. المهم درنا هذه غنمشيو دابا لاياش لو سونس الاتجاه درنا دابايا لو سونتر ودرنا لا ديريكسيون. باقي لنا شنو؟ باقي لنا لو سونس او ما يسمى بالاتجاه بالمنحه باردون. المنحه ديال هذه القوه بي مين كيجر لينا دو فير لو با. تنقول بانه يتوجه بالجسم ديالنا فير لو با يتوجه به نحو الاسفل مزيان. لانتونسيتي او الشده ديال القوه ديال الوزن مزيان. شنو هي لانتونسيتي ديال القوه ديالكم؟ كنتو كتقراو هذه كتقول بانه بي ايكال اكوا هي ما كديرش ليها متجه. رد البال ما ديرش ليها متجه. راه لانتونسيتي راه في اي فيديو كنبغي نشرح لكم فيزياء كنكد على هذه القضيه هذه. راه غون ديفيرون ما بين لانتونسيتي وما بين لا فورس. لا فورس كدير ليها متجهه ولكن لانتونسيتي راه ما كديرش ليها متجهه كدير غير بي. كتساوي شنو؟ ان فوا جي كتساوي لا ماس اللي هي الكتله ديال الجسم اللي كتكون باش كتكون ديما بالكيلوغرام في الفيزياء. لا ماس اللي هي كتكون بالكيلوغرام ديما كتضربها في هاد جي اللي هي لانتونسيتي دو بيزونتور ديال الثقال اللي كنتو قريتو في الدرس اللي قبل من هذا اللي كتكون غالبا كتساوي 10 نيوتن باغ كيلوغرام وعندها وحده اخرى اللي كتكون متر اخرى اللي كتكون متر بار سكوند كاري. ما عندنا ما نديرو بها دابا حاليا. دونك ها هي كيفاش كنديرو المميزات ديال واحد القوه او واحد القوه معينه. دابا نمشيو ما يسمى الثانيه ديالنا كاركتيريستيك ديال القوه. دابا تي غنقولو دابا لي كاركتيريستيك ديال القوه الثانيه راه ماشي غير في هذا التمرين هذا غتبقى يبان لكم ديما عندكم جسمين كيكونوا غالبا عندكم تما غير جوج ديال القوى كتحاول تجبد لهم ما يسمى بالمميزات ديال كل قوه فيهم. تبقى يطلب لك في الاول انك تجبد سيستيم اي تي دي تجبد لي لي فورس اللي كاينين. ثاني حاجه تقول لي مميزات ديال كل قوى على حده. نبداو دابا بالتي. شنو هي عاوتاني عندنا لو سونتر ديالها لو سونتر ديال هذه القوه هذه اللي عندنا التي تبان هي لو بوين دو كونتاكت اونتر لو فيل اي لا بول. كنقدر نسميها لو بوين نقطة كونتاكت ديال التماس اونتر لا بول اي لو فيل يعني ما بين الكرية والحبل. ولا يقدر تلقى الأستاذ في الفرد غالبا تلقاه مثلا نسميها لك واحد النقطة مثلا أ حنا نقولوا مثلا نسميوها مثلا أ هنا. ثاني حاجة كنهضروا عليها ثاني هي لا ديريكسيون الاتجاه. تيبقى لي نفس الاتجاه. فين هو الاتجاه ديال هاد المتجهات تي؟ هو عاوتاني المستقيم شنو سمينا العمودي اللي هي فيرتيكال. نقول عاوتاني لا ديريكسيون La direction, tout simplement, rahoua, le droit vertical, passant à l'marrahadi par le point A. Mzian, comme si ou deba, المميز رقم ثلاثة اللي هو لو سونس. كتبان لي هذيك القوة كتجر نحو فين؟ هذيك القوة تي كتجر لي نحو الأعلى فير لو يعني نحو الأعلى
مزيان كتبقى لينا دابا اخر حاجه اللي هي لانتونسيتي. لانتونسيتي كندير ليها هنا انا درت اكسبري هادشي هذا علاش عاودته غير باش نشرح لك هاد القضيه ديال لانتونسيتي. ركز معايا مزيان ركز مزيان ركز مزيان ركز مزيان. راه عندك واحد الجسم تيتسمى في ثابت كاين لوا بروميير لوا نيوتن اول قانون قال لينا نيوتن لوا ديالو الاولاني قال لك سيدي بانه اي جسم في حاله توازن راه مجموع القوى المطبقه عليه كيساوي صفر. اي جسم في حاله توازن راه مجموع القوى ديالو كيساوي صفر. مثلا قلنا مثلا اس اي اون ايكيليبر يعني في حاله توازن شوفي كيف عليا هنا انه لا سون ديال لي فورس اكستيريور المطبق عليه كيساوي صفر. مزيانه الى عندي دابا انا هذه الكره هذه في حاله توازن هي ما كتحركش معلقه بطرف الحبل يعني القوه اللي مطبقه عليه راه كتساوي صفر. حنا كنهملوا القوى الاخرين ديال الاحتكاك مع الهواء يعني كيبقى لي شنو كيبقى لي غير الوزن ديالو تي تنقول دونك تي بلس تي متجهه راه لا فورس شنو راه كتبك لا فورس كتساوي زيرو. ولكن انا ما غنخدمش بهذه انا نخدم بهذه بانه دونك الشده ديال بي كتساوي الشده ديال تي كتساوي لي حتى هي ام فوا جي. غنحتاجوا هذه بزاف ما تبقاش عاقل على انت غير الحبل مع الجسم غنخدموا في التمرين انه غادي يكون عندك مثلا كره هي فوق سطح الارض ملي غتكون عاوتاني فوق سطح الارض اش غيكون عندك عاوتاني جوج ديال القوى مطبق عليها كاين بي اللي هو وزن ديال هذه الكره هي هذه وكاين ما يسمى مثلا بار اللي هو تاثير السطح عاوتاني نفس العلاقه غتبقى تجبد المميزات ملي غتوصل للشده ديال هذه ار هذه غتقول لي بما انه بويسكو لو كور اس اي اون ايكيليبر الوغ بي ايغال ار غتقول لي عاوتاني حتى هنا غتقول لي نفس الجواب ديال التمرين ديالنا غتقول لي بانه بي راه كتساوي ار كتساوي حتى هي نيت ام فوا جي الشده ديال ار. هادشي اللي كاين بالنسبه للبارتي نيميرو 1 في هاد الدرس ديالنا. هاد لابارتي نيميرو 1 ما تحكرهاش راه مهمه بزاف راه هذا هو لافونتاج كي كنقول ديما ديال لي فيديو. لي فيديو ممكن انك تعاودو بليزيور فوا باقا بارتي وحده في الدرس وغادي ندوزو للتمارين غادي نخدمو بزاف التمارين راه لا فيزيك هي انك تخدم بزاف التمارين راه لا يكفي انك تفهم فقط الدرس. نفهم الدرس مزيان عاود بارتي 1 وبارتي 2 انت اللي شارجي الفيديو نعاودهم بليزيور فوا ولكن راه المهم هو انك تخدم تمارين بزاف. لافونتاج اللي نبقى ندير معاكم هو انني نبقى نحاول نخدم معاكم دي فيديو بزاف. بون كوراج اتو اي سؤال كاين مرحبا بالافكار ديالكم بالانتقادات ديالكم باي حاجه الله يسهل عليكم اخوتي ووفقكم في الدراسه ديالكم. موعدنا مع البارتي نيميرو 2.